حكم تورق في البنك الإسلامي. ما في بأس إن شاء الله تعالى، بس كثير من الناس يتورقون من باب أنه يبي يدش تجارة، يبي يدخل كذا. أصل الإنسان يبتعد عن هذه، لا تأخذ إلا عند الحاجة. وكان شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين يسميه التورط بالطاء وليس بالقاف، لأن أكثر الذين يتورقون يعني بعد ذلك يندمون، لأنه ليس عنده أن يسدد، تعال سلفوني ودير بالك علي وكذا، وممنوع من السفر، قضايا بحجة أنه تورق والآن لا يستطيع أن يسدد ما تورقه.